والله نور، والله نور، والله نور. خلونا شوية.
رامي راح يستوي فوق. يلا الله اكبر لله. ما في ولا سيارات عشان محمود تعال محمد طبعا اخوكم بالله محمود محمد حسن البو ابو محمد وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على هذه الوجوه الطيبه ما شاء الله. الله يبارك فيكم فيهم الله يحفظكم يا سيدي. انا رساله الاسرى انه انهاء الانقسام اول شيء، بعدين الاسرى يطيقون الى الحريه كما انا اطيق كما جئت اليوم. يعني الاسرى ما شاء الله بيستنوا يعني في اللي مين اللي يطلعهم. في الأسرى بعانوا من نقص من كل شيء، يعني نقصهم الحريه ونقصهم يعني شغلات كثير. اما الان فمع تلاوه عطره من ايات الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ المجاهد.